صادف يوم عرفة، أعطونا شوية مي والله. نعم. إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة، نعم، شو حكم الصيام في الحج؟ مثل إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد، شو حكمه؟ يوم الاثنين يوم عيد؟ إيه. ما منصوم؟ هذا ما منصوم يوم عرفة يوم السبت. جزاك الله خير. هذا ايضا فوق. هو في رضا. لا في رضا. في رضا وفي تشبع بالرضا. خمس عشر طعن دخونه بعبد الله في المسألة. إذا أردت هل جبت روحه؟ إيه نعم. شو طرحت؟ زدنا وضوحا بها. بس لا هل ما يكون اللي طرحته مطروحا الآن؟ لكان بعد الآن؟ لكان بعد الآن؟ لا والله. لا ما يكون مطروحا أرضا. لا هو لو زدتنا وضوحا يا شيخ الله يجزيك. نعم يعني لو زدتنا بها وضوحا يعني. يمكن هو راح يجيك الوضوح الان. اسمع من صاحبنا. لا هو احساس شوف السهم توجه انتبه. نعم اتبعوا على راس المحرم. انا ما انزلك مثلك.